احنا الاشعار بتاعت عبد الرحيم البرعي. المؤلف ده موجود الان في السوق، ما تشتغلوا به يا اخوانا، خلوه يا اخوانا ما تشتغلوا به. المؤلف ده موجود الان في السوق ويباع، ونحن بعد ما اشترينا الكتاب من المكتبه ذاتها اخذنا ورقه مختومه انه المكتبه دي باعت الكتاب ده لنا بالاسم هذا. بعنا كتاب لابو بكر محمد احمد، ديوان رياض الجنه ونور الدجنه، مكتبه العلوم الحديثه ام درمان شرق الجامعه الكبير، ده الختم بتاعها. عشان انت لو درت غالب ثاني تذكر كتب لا كتبت انتو. انا مكتبه العلوم الحديثه المكتبه اللي حقت انا حقت ابوي دي ما تابع علينا احنا، دي مكتبة حق الصوفية، هذا الختم بتاعه. تعال نوريك له شمتك ورق برا وكتبوا كده. انت تتأكد اول حاجة انه الكتاب ده والورقة ده انا قاعدة معي بخطها جوا الكتاب بدبسها فيه، عشان بتين ما تجد غالب تقول لي كتبته. اها ده انا هذه الورقة بتاعتي، ده قبل كل حاجة. المسألة الثانية الانتقاد بتاع الباطل ده من صميم الدين، لانه في ناس عندهم هوس في راسهم. الواحد يقول لك يا مولانا احنا جايين واقفين من قبل هنا كلمنا قال الله وقال الرسول، طيب وكلام انا ده قال منو؟ الله ذاته قال اتكلموا في ده. يعني لما انا اجي اقول لك البرعي قال كده وكلامه ده باطل من خلال نصوص الكتاب والسنه، انا ما طلعت عن الكتاب والسنه، لانه ربنا سبحانه وتعالى امرنا انه نحن ننكر المسلم. قال وأزورهم في كل حين طالبا بركاتهم وأنا لديهم خاشي. قال أنا بجي للأولياء داير البركة منهم. أول حاجة ما عندهم بركة، في ولد بتاع صوفية عنده بركة؟ بركة جابها من وين؟ البركة دي احنا عندنا إلا بدليل شرعي. ربنا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده كتاب أنزلناه إليك مالو مبارك. لو جيت قلت لي القرآن فيه بركة، القرآن كتاب الله ده فيه بركة، أقول لك تمام ما في مشكلة، لأنه ربنا قال كتاب مبارك، القرآن فيه بركة، تقرأ القرآن تستشفي به، ربنا بيشفيك، فيه شفاء للناس، فيه هدى للعالمين، فيه نور وفيه بينات، فيه راحة للقلوب، القرآن فيه بركة. لكن أبوك الشيخ أبتكة البركة جابة من وين؟ وريني بركته جابة من وين ذاته؟ فهمت كلامي؟ عشان كده قال وأزورهم في كل حين طالبا بركاتهم. قال وأنا لديهم خاشي. الخشية دي نوع من أنواع العبادة، انت عارف المعلومة دي. الصوفي بكورك برا فهمت، وقايل أظن نوبة هنا من دقة، هنا نوبة ما في، هنا ما في نوبة، هنا في كلام بالأدلة من الكتاب والسنة. قال وأنا لديهم خاشي. الخشية لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لقوله تبارك وتعالى فلا تخشوا الناس واخشون. الخشية لله، أنت بتخشى غير الله؟ لماذا؟ الخشية ما خوف، أنت ما تقدر الخشية خوف فقط. أنت ممكن تخاف من الكلب، مش لو زنق الكلب كده في زقاق أنت مش بتخاف؟ ولا لو جاك زول شايل له ساطور وساكيك؟ الخوف ده هنا ده ما اسمه خشية، لأنه ده خوف، خوف طبيعي. خفت من عكاز فهمت، خفت من كلب، خفت من الظلام، حرام يتلب عليك خفته، ده خوف طبيعي. لكن الخشية هي الخوف مع التعظيم والإجلال، يعني أنت بتخاف مع تعظيم وإجلال، وده ما بيجوز إلا لله سبحانه وتعالى. عارف المعلومة دي؟ يعني هسه أنت لو جاء حرامي وخدت لك السكين هنا انت بتخاف، لكن بتخشاو؟ الخشية عبادة، انت ما بتعبده، فهمت؟ قال وانا لديهم خاشي. قال ما مسني سوء وجئت رحابهم الا وعني ذاهب متلاشي. يعني اي سوء يمس الصوفي ده بيجي للاولياء بتاعنهم، قال السوء بيذهب عني طوالي.
الكلام ده مخالف للقرآن ولا ما مخالف؟ ربنا يقول في سورة يونس وفي سورة الأنعام قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. شوف مش ربنا تفرد بكشف السوء، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد بفضله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما قال له أمشي للأولياء ولا للفقراء. كده دي المخالفة نمرة ثلاثة. البرعي يخالف نص القرآن، أنت بتدافع عنه؟ أنت ما بتخاف من الله؟ ما بتخاف من المولى يا صوفي البرر؟ تدافع عن زول وهو يخالف القرآن؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. منو اللي بيقدر بيدافع عنهم يوم القيامة؟ طيب دي مخالفة نمرة ثلاثة لنص القرآن. نمرة أربعة قال: هم عدتي عند الشدائد كلها في كل شدة. فهمت؟ قال هم عدتي. طيب قال: هم ملجئي في كل خطب فاشي. يعني لما يصيب خطب بيلجأ لمنو؟ بيلجأ للأولياء. الكلام ده شرك ولا ما شرك؟ ربنا قال تلجأ لمنو؟ لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله، ده أصل بنجيك الله. انت يومك تعتقد انه اللي بنجيك الشيخ كده برا الإسلام، برا مركت برا الإسلام، تمشي هناك مع ناس شارون بطريقتك، تمشي مع جورج بوش بطريقتك، تمشي مع بطرس أوباما، كله برا الإسلام. لأنه ربنا قال قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. شوف البرعي ده كأنه بيأتي بآية من آيات القرآن اللي تفرد المولى بالصفة فيها يعكس يديها للأولياء. الله يقول هو بينجي في الشدائد براو وحده، البرعي يقول لا، هم عدتي قال عند الشدائد كلها، قال هم ملجئي في كل خطب فاشي. ده الكلام ده عنده علاقة مع الإسلام؟ أسألكم بالله، ده كلام عنده علاقة مع الإسلام؟ لسه. طيب نمرة ستة قال: هم موئلي عند الكروب ونصرتي البينصروني هم، قال وهم موئلي هم البيتولوني عند الشدائد والكروب. الكلام ده كفر ولا ما كفر؟ في ولي، ولي هو اللي بينصرك. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول لا يستطيعون، ده كلام واضح، الزول ده بيقلب القرآن، يشيل الآية يقلبها. وبعد ده عندنا نحن كشعب مسكين البرع يمثل وليا صالحا ورجلا معظما، عندنا شعب مسكين، وده بيعكس القرآن ويحرف القرآن. قال ربنا سبحانه وتعالى قال لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. سورة الأعراف، يعني نحن نخلي سورة الأعراف ونخلي الأنعام ونخلي سورة يونس ونخلي القرآن كله ونمسك في عقيدة البرعي، ولا رأيكم شنو؟ ما ده واضح يا أخي. طيب قال هم مورد يروي لكل عطاش، قال أرجو بهم فوزا، أرجو بهم فوزا، يعني داري يفوز بمنو؟ قال بيفوزوا منو؟ الأولياء. قال أرجو بهم فوزا وإكراما غدا، يعني يوم القيامة الأولياء يكرموني والأولياء يفوزوني يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى يقول وعنت الوجوه، ده يوم القيامة، وعنت الوجوه
للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات. ده بيندو، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والآية القبال ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تنفع الشفاعة عنده إلا من رضي له من أذن له الرحمن ورضي له قولا. انت عارف يوم القيامة ده بقول لك أنا الأولياء بينصروني والأولياء بيلحقوني يوم القيامة. وسبحان الله يوم القيامة الشفاعة مش النصر، الشفاعة فقط لا تكون إلا بعد إذن الرحمن. كل الخلق بما فيهم الأنبياء. انت ما فاهم ولا شو يا صوفي؟ انت ما فاهم عقيدتك، دينك ما فاهمه. يوم القيامة الخلق كلهم بيقوموا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة، نخليه نقعد نباري لنا مدايح بتاع الصوفية. في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة حفاة ما لابسين نعال، عراة عريانين، غرلا غير مختونين كلهم. قال فينفذهم الداعي، فيبلغهم الداعي وينفذهم البصر. كل الخلق كلهم يوم القيامة يجتمعوا. انت عارف الناس بيجوا للأنبياء يقولون بس اشفعوا لنا. يجوا لنوح عليه السلام اشفع لنا يا نوح، مش دخلنا الجنة. ما قالوا دخلنا الجنة، قالوا اشفع لنا يبدأ الحساب فقط. اشفع يا نوح، يقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى ابراهيم. يجوا لابراهيم عليه السلام، حديث طويل. يقول اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى موسى. يجوا لموسى، يقول اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى عيسى. يجوا لعيسى، يقول اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى محمد. فياتوا الى النبي عليه الصلاه والسلام فيقول انا لها. انت عارف حتى الشفاعه، وده نبيك محمد افضل الخلق، الشفاعه. قال فياتي فيجلس فيسجد تحت العرش، يسجد عشان يستأذن الله، عشان يطلب من الله الشفاعه. يسجد تحت العرش فيفتح الله عليه من حسن المحامد والثنايا شيئا لم يفتحه لاحد قبله، فيقول فيقال له يا محمد ارفع راسك، قل يسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. بعد ذلك بيقول امتي امتي، فيبدا الحساب. شان يبدا الحساب فقط، ده كله يبدا الحساب. الصوفي هسه قال لك نحن شيوخنا قاعدين بنصرونا بعدين، كانه يوم القيامه ده في واسطات زي عندنا. كنت بتشرب النحايه خش، بتجي بتشيل الطريق خش. مع تقال شنو ايش يا صوفيا؟ شوف ده هنا شيطاني ما تجد غالب. تقول لنا البرعي قال، والبرعي ده زول كويس. هذا كتابه، ده الكتاب ده كتبه لنا، ده كتبه منو؟ كتبه البرعي. وبيختلف مع شنو الكتاب ده؟ اختلف عن القرآن، بيختلف عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف تاني لو قلت أي كلمة في إنه البرعي ده زول كويس، أنت ذاتك ما نافع، تكون أنت ما بتفهم بليد. عليمك الله، ما داير دار تاكل الكسرة، عليمك الله. لكن ده كلام خطر جدا. طيب لسه قال فالقوم لا خوف عليهم. ده الصوفية يا اخي، تخيل معاي الايات بتاعت الجنة نزلها في الصوفية. اثر احنا لما نجي نقول لهم انتوا بتسووا شرك وتنطبق عليكم ايات المشركين، يقول لك لا 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 ما تنزل فينا الايات دي. وطيب دي نزلتها كيف وعلى كيفك؟ الايات بتاعت الجنة وبتاعت الاولياء تعرف جابها كلها في جماعة بتاعينه. قال فالقوم لا خوف عليهم ثم لا هم يحزنون رضا بغير نقاش يكفيك من عادى وليا منهم. طبعا دار يخوفك الصوفي، اول ما يجي داير يورطك معاه بيقوم بخوفك بانه الاولياء ديل
اعمل حسابك منهم. قال لك يكفيك من عادى وليا منهم. ايوه نحن اللي بنعرفه من عادى وليا يعني من اولياء الله. ولي مقطوع به زي ابو هريره مثلا. ابو هريره ده مش ولي ولا في زرع عنده راي؟ ولي صالح، طلحه بن عبيد الله ولي صالح، وبكر الصديق، عائشه رضي الله عنها، الصحابه كلهم اولياء كلهم ديل. يعني انت لو عاديت ابو بكر الصديق شيل شيلتك زي الشيعه ديل. ديل بعاد ابو بكر الصديق وده اتنجموا في الدنيا قبل الاخره. اصله بيتادب في الدنيا دي. في الكلب داك داك سب السيدة عائشة، النجس داك حسن شحاتة، أنا سمعته قبل فترة بنبت في السيدة عائشة وبنبت في العشرة المبشرين بالجنة. قال العشرة دول، قال أنا كرهت عشرة، عشرة دول تكره عشرة؟ فهمت؟ بكره الصحابة الأجلاء نجوه في الدنيا كتلوه بالعكاز، لفخ بالعكاز لمن مات في مصر. على أي حال الأولياء المقطوع بهم البعاديهم، فهمتني؟ ده معناه يشيل شيلته. الأولياء عموما أي إنسان ولي صالح ده أنت لو عاديته شيل شيلتك. لكن الحديث ما بيتكلم عن الصوفية. أنت عارف الصوفية شالوا حديث الأولياء، قالوا حقنا الحديث ده. حامد اللي بيجي هنا يوم الخميس ذاك الرجل الأهبل بيجي يوم الخميس، أنت عارف ده؟ قال الحديث ده حقنا. انا ما اعرف كتبوا لهم ولا شنو. قال لذا قال لز يعني احتمي لز. قال بالرجال العارفين بربهم كالجيلي والبدوي والدقلاشي. قال تلوز ترفع يدك بدل تلوز بالله. الله قال لك الجالي في الشدايد. ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني غريب. ما قال لك الدقلاشي بتاع شنو؟ منو الدقلاشي ده؟ الله قال لك فإني قريب. ده المولى عشان تعرف الصوفي ده بليد يا أخي. المولى قال لك ارفع علي يديك. الملك ده كله حقه، الملك حقه، السماوات والأرض كلها من خلقي تبارك وتعالى. يقول لك ناديني تنادي الدقلاشي؟ أنت سما مسكين؟ ده أنت عارف زي الواحد بيمشي من باب المثل، بيمشي واحد بتاع عمارة كبيرة جدا وزور رجل أعمال ودار له منه قرشين، بيمشي هناك بقابل الغفير بيقول لك ده اديني حاجة، والغفير مفلس زيك يا أخي. الغفير ما عنده حاجة. أنت لو داير أمشي له بتاع الشركة ذاته بتاع المؤسسة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبه. دعوة الداعي إذا الله بيستجيب لك أدعان فليستجيبوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الجيري الدقلاشي. طيب نمشي قصيدة. القصيدة نمرة 2 اسمها على الطريق، الصفحة 167 على الطريق، الطريق بتاع الصوفية. طيب البراء يقول أهل الطريق على الصراط الأقوم ساروا بإسلام ودين قيم. طيب تعال نشوف الإسلام والدين القيم ده، نشوف الإسلام والدين القيم بتاع الصوفية ده كيف. قال ورووا حديثا صح عن مختارهم من غير واسطة البخاري ومسلم. يعني جابوا حديث، دل جابوا من وين حديث؟ قال لا فيه قال البخاري، لا فيه مسلم، ولا كتب بتاعت حديث. طيب النبي جابوا لهم من وين؟ لاقوا الرسول وين؟ قابلوا عديل ولا في النوم؟ فهمت؟ وين قابلوا؟ قال تاهوا على الأكوان فخرا بالذي نالوا، وما تاهوا بليل مظلم لا يحزنون لقول مولاهم ولا خوف عليهم من عذاب جهنم. قال الصوفية قال لا خوف عليهم من عذاب جهنم. يا اخواننا في زول بيقدر يشهد لزول بانه خش الجنة؟ أسأل حداك تقدر تشهد لي من زول من الناس الحيين الليلة ديل القاعدين شرقا ومغربا لو حافظ القرآن
وحافظ الكتب وعالم كبير تقدر تشهد انه في الجنه؟ تقدر؟ ما بتقدر. ما بتقدر تشهد لانسان بانه في الجنه، فهمت؟ قال لا خوف عليهم من عذاب جهنم. قال واذا بدا، تعال شوف المخاف عليهم ديل من عذاب جهنم. واذا بدا لك منكر في قولهم او فعلهم لمحرم دخل في الجنه، اول بفقه ما تشابه منهم تاويل غير مؤول ومترجم. قال يجدون لمس الاجنبيه، الاجنبيه المراه ما محرم بالنسبه لك، فهمت؟ يعني عمتك دي محرم، دي ما اجنبيه، خالتك محرم، بنت اخوك محرم، بنت اختك محرم، امك حبوبتك كده ده محارم، لكن بنت الجيران دي اسمها شنو؟ شرع، اسمها اجنبيه. اجنبيه دي بجوز لك تبيسها بيتك. النبي عليه الصلاه والسلام قال لئن يطعن، حديث في الطبراني، قال لئن يطعن احدكم بمخيط في راسه يدق لك سلكه زي المسله بتعرفها اللي بخيطوا بها شوالات، يدق لك تي تي في راسك فوق. قال لك خير لك قال من ان يمس امراه لا تحل له. ده قال لا 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 لا، قال ما في حاجه هنا. قال يجدون لمس الاجنبيه عندهم عند الشيوخ ان صافحت يدهم كذات المحرم. كله قال عندنا واحد بتعمك بالتجيران وامك، قال كله واحد يا زول حلال. وده طبعا دي عقيده جاوه من التلمساني، ده زنديق قديم صوفي قديم. ده التلمساني قام عنده عقيده انه المحرمات من النساء زي امك، بجوز تتزوج امك؟ بجوز؟ ما بجوز تتزوج امك صح؟ بجوز تتزوج حبوبتك؟ ده مش محرمات دي المذكوره في سوره النساء، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وبنات الاخ وبنات الاخت والى اخر الايه المحرمات الثمانيه، كويس؟ انت عارف ده قال كله حلال بالنسبه لنا. ده التلمساني تعرس امك عادي، قال تعرس حبوبتك عادي ما في شيء، فهمت؟ بيتك تعرسها لو عجبتك. ده التلمساني قام قالوا له ده حرام في الشريعه، قال قلت حرام اذا حرام عليكم وحلال علينا، ما في اي حاجه. البري داير يجيب لنا عقيده التلمساني تاني، قال ده كله حلال بالنسبه لنا. طيب الكلام ده اي زول بيعتقد حل المحرمات ده مرق من الشريعه، فهمت كلامي؟ ده بر الدين. وابن تيميه يقول ومن اعتقد ان للاولياء طريقا الى الله غير الكتاب والسنه قال فهو كافر من اولياء الشيطان. اتخيل الكلام ده قال جابه من وين؟ طوال البيت اللي بعديه قال للخضر مع موسى الكليم قضيه. ده يستدل لك بشنو؟ بقصة الخضر مع موسى، ما بريته وما فاهم. قال فيها الكفاية للفتى المستفهم قتل الغلام وللسفينة خارقا وبنى الجدار بغير أجر فافهمي علم الحقيقة من أباح بسره للغير أهدر ماله بعد الدم. البرع هنا بقسم الدين لحقيقة وشريعة. الشريعة دي بتعرفوها انتوا كمسلمين، عندهم دي اسمها الشريعة. الخمر حرام، الزنا حرام، ده اسمه عندهم شنو؟ شريعة. الحقيقة عندهم ده كله حلال. عشان كده في طبقات الشعراني، دي كتب قاعدة. طبقات الشعراني قال الشيخ عنده ابريق بتاع موية تقال بخطه جنبه، ما في زول بيشرب منه إلا الشيخ بس، فهمت؟ في حوار مصلة يوم خطف الابريق وقام جاري به الشيخ لما لحقوه الجماعه جارين وراه، اظن ذاك جراي ما من قبل، فات اكل الملف وفات، فهمت؟ الشيخ قال كوني مريسه، كوني مريسه بتاع شنو؟ من قبل مريسه، من قبل هي مريسه، لكن دار يلعب على الجماعه. تخيل معي عندهم الحقيقه والشريعه،
يعني في الشريعة عندكم دي مريسة العرقي، العرقي بجوز مش حرام؟ تلقى الشيخ بطق له في هناية وعيناته دقاق تلقى طاقية. أبويا الشيخ ده شنو؟ ما حرام؟ يقول لك لا ما في حاجة، ما في حاجة كيف؟ يقول لك في الشريعة حرام وفي الحقيقة بجوز. انت عارف لو قلت بالقاعدة دي ما في دين تاني، شفت القاعدة دي برا؟ تاني ما في إسلام. يعني هسه أنا ممكن ألقاك شايل لك موبايل في جيبك أدخل إيدي بالراحة أتناوله، تسألني ده شنو ده؟ أقول لك في الحقيقة بجوز، في الشريعة حرام. أها ممكن أرقد لك بكف ولا أطقك كف لما ندارك تصنتك مالك يا زول؟ أقول لك في الحقيقة بجوز، في الشريعة حرام. تاني في دين؟ باقي لك في دين تاني؟ تقدر تشكيلك زول في المحكمة؟ تقدر تشكيه؟ ما بتشكي. ممكن تطلق مرتك ثلاثة وقول لك حرمت عليك، قول لك لا 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 في الحقيقة ما حرمت وفي الشريعة حرمت، يبقى ما في دين، ما في حاجة اسمها إسلام بالقاعدة دي. لكن البرع يغش الشعب السوداني، شعب مسكين لقاو ومعاه مجموعة من الأخوان المسلمين ديل هم سبب البلوى ذاته. عشان لأنه إحنا لما نجي نكلم الشعب، الشعب ده فيه ناس كتار فيهم خير، كتار فيهم خير، لكن ديل واقفين قدامنا ما مخلونا ننضم. هسه لو بنلقى طريقة محاضرة زي دي أنا أعملها في الزريب، أنا متأكد في زريبة البرعي اللي ادوني فرصة أعمل محاضرة زي دي بفرتك نص الزريبة بمرق فوتو والله. أجد واحدة بس نص الزريبة أي واحد بيشيل بقيته وبيفوتو، بقول لك كان كده خليناه ور بيفوتو لأنه الحقيقة وصلته. لكن ديل ما مخلوا الحقيقة تصل، يطوعي نطلق واحد يقول لك لا 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 إياك والكلام في عقائد الأمة وخلي الناس على كده، ونحن متعايشين تعايش سلمي. يا دولت إحنا في أبي أي تعايش سلمي؟ يعني ما أنا مالك بعقيدة يا أخي، تعايش سلمي بتاع شنو؟ نحن دارين العقيدة توضح للناس، توضح. عشان كده بفضل الله الحلقات بتاعتنا دي بتترفع في اليوتيوب. اليوتيوب ده ما في أخو مسلم بيقدر يمسكه، أهمسكه أمسك اليوتيوب ده. فايت الحلقات دي بيجي ولد الأخ المسلم ذاته بيفتح الحلقة فهمت؟ بيكشف الحقيقة بيدي أبوه شلوت وبيمرق يفوت، بيعرفوا الحقائق. عشان كده الدعوة دي العلماء قالوا لو قفلتها في قزازة، فهمت؟ في قزازة قفلتها بتمرق بعد. إبليس عنده فقه، إبليس ده عليه لعنة الله بيفهم الضلال كيف. عشان كده لما كفار قريش اقترحوا قالوا نقفل محمد في سياج من حديد، قالوا اقفلوه طبلوا بالحديد، قالوا شمايم. ابليس قال لهم اي والله خبر يمرق به تحت الحديد ده. عشان كده يا اخو يا مسلم تكفل دعوتنا دي، تحاربنا في جامع تحاربنا برا بتمرق برضو، برضو بتمرق بفضل الله. الان احنا مساجد بنشتغل فيها شغل حر، ده ما عندنا، وعندنا مسجدين ومضيق علينا مسجدين بس. بفضل الله البلد دي كلها مقلوبه بجامعين بس، مقلوبة. يعني هسه كان فتحت لنا 13 جامع ما بنرحلك يا صوفي والله. شوف الحجبات بتاعتك دي اللي تبيعها فين جمينا تاني؟ الا فين جمينا، عارف المعلومة دي؟ طيب وفين جمينا بنلحقه؟ قال قصة الخضر. يا زول قصة الخضر ما فيها دليل على مخالفة الشريعة، ما فيها دليل. أول حاجة الخضر وموسى في أمتنا دي ولا ما في أمتنا؟ هم فين الأمة دي؟ لا ما في أمتنا نحنا. عشان كده لو كان فيها مخالفة للشريعة ذاته دي في أمة تانية ما في أمتنا. موسى عليه السلام فهمتني؟ ما في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. بعدين الخضر ذاته هل كان تابع لنبوة موسى عليه السلام؟ هل كان موسى عليه السلام مرسل للخضر زي ما انت مرسل لك محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، براء نبي. موسى عليه السلام براء نبي، فهمت؟ عشان ما تجي تشبه نفسك. طبعا الصوفية الان البرعي عامل فيها الخضر، عامل فيها الخضر، ويعني ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مقام موسى. زي ما الخضر خالف موسى، البرعي يخالف النبي محمد. شوف والله تخالف النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركت من الشريعة ومن شوف لك ديانة ثانية. يلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال لو كان موسى، خلي الخضر، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا شنو؟ إلا اتباعي. موسى ذات، موسى الخضر،
موسى البرعي، موسى عليه السلام ده من أولي العزم الخمسة من الرسل، قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. شوف الصوفية هنا دارين يمرقوا من اتباع الرسول، وتجي بغادي تلقان عامل لك سيوان يقول لك محبة الرسول. الرسول يا تقدر تمرقوا منه؟ قدر تمرقوا من شريعته؟ شريعته ما دارنا، دار تزوقوا منها، تشرب خمرة، تطق بنجويا، في داير يمرق من الشريعة يجي يقول لك نحن بنحب النبي. انت كان بتحب النبي ما تعمل كلامه يا كذاب يا مستهبل، وما بخليك. وشوف دار الكتب دي تاني ان شاء الله كل حلقة بجيب معي كتاب عشان اوريك الحاصل، عشان تعرف الحقيقة للمسكين اللي بكورك برا. وما بحلك بفضل الله، نحن الدعوة دي حاميها ربنا، والله ما بحلك، والله ربنا سبحانه وتعالى فاتح علينا وعامل لنا حراسة وحماية. فهمت كلامي؟ اليوم ذاك واحدين من الجماعة زملانا بتناقش في الحلقات وقال يا اخي انت كلامك ده والله صعب، كلامك ده بجيب لك المشاكل. واحد تاني اتلفت عليه قال لي انت ما شايف الجماعة الواقفين وراه ديل؟ بالحمد لله ديل ناس عرفوا التوحيد وبيحموا التوحيد، ناس بيحموا التوحيد وبيحموا هذه العقيدة المباركة. امش يا صوفي شوف شغلتك بحدك. الخضر عليه السلام اللي فعله ده ذاته ما مخالف للشريعة. انت قالوا مخالف؟ ما مخالف ذاته، قتل الغلام، الغلام ده بيتسبب في قتل والديه وما دام يعلم، او في كفر والديه وما دام بيعلم انه الغلام بيتسبب في كفر والديه قتله ده في الشريعة بجوز ما فيه حاجة. اثنين، خرق السفينة، خرق السفينة ذاته ما فيها حاجة. السفينة يا اخواننا احسن تكون مقدودة وقاعدة عن سيدة ولا احسن يشيلوها؟ ها؟ احسن تكون شنو؟ مقدودة وقاعدة، ده فقه وكده فقه فهم ما مخالف للشريعة ذاته. أنا اضرب لك مثال بسيط. انا لقيت انت عربيتك واقفة هناك كويس، وجا حرامي دار يشيل العربية، فتح الباب وركب دورك، اول ما دورك انا شالي مسدس مركته ضربت الليستيك بتاع العربية قديته، الحرامي لقى الليستيك مقدود فك العربية وجرفات. انت جيت راجع القد عربيتي منو تلك قديت انا ده؟ انت مش مفترض تفتح فيني بلاغ انه انا قديت عربيتك؟ لكن اول ما اقول لك والله تخيل يا اخي في حرامي كان داري سرقة وجاربها وكده وانا قديت الليستيك الحرامي مشينا، طبعا تقول جزاك الله خير يا انا قديت الليستيك، تقول لي جزاك الله خير؟ ايوه جزاك الله خير، لانه ده فهم العربية مقدودة افضل من العربية ما في، صح ولا ما صح؟ ده بنفس الفهم بتاع الخضر عليه السلام. قال وكان وراهم ملك ياخذ كل سفينة غصبة، بيشيل اي سفينة صالحة، يجي يشوف السفينة يلقاها سليمة ما مقدودة، اي طوالي بشيلها، لقاها مقدودة يقول انا ما نبع ما دارينا. فالخضر على علم من الله، ربنا علمه كده، وده جاوب يا وحي من الله. طيب انت يا صوفي دار تعمل فين؟ انت تابع للخضر يا كذاب يا مستهبل. طيب قال الى اخر الابيات في القصيدة، قال سلم لقومك ثم كن عبدا لهم. كمل لك الفهم كله في عاية تانية فوق ليه ده؟ سلم لقومك. قال قابلت اي صوفي تقول له خلاص استسلمنا وسمعنا واطعنا، سلم لقومك ثم كن عبدا لهم. قال واخشاهم دوما كخشية ضيغم، ضيغم الأسد. قال تخشى الصوفية وتخاف انهم، ربنا قال لنا خافوا من صوفي، الله قال خافوا من صوفي، الله قال اخشوا صوفي، ها الله قال كونوا عبيد للصوفية. يا اخي ربنا حررنا يا اخي، نحن عبيد ليه يا اخي؟ عبيد للمولى يا اخي، احنا ما عبيد للصوفية يا اخي، ربنا حررنا يا اخي. الدين الاسلامي عبودية لله، ونحن جينا كما قال الصحابي لإخراج العباد من عبادة منه، العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ذل السلطان إلى عز الرحمن، أو كما قال الصحابي ده الدين بتاعنا، الدين الإسلامي تكون عبد لله. جبهتك دي تخدها في الوطن يا ابنه لله خلقك، ما بتزل لك يا صوفي. الصوفية داري بقوكم عبيد ليون، ويجي واحد يقول لنا سيتو يا أخي ما عندكم أسلوب؟ نحن ما عندنا اسلوب؟ نحن قلنا لك ابقى عبد لنا. اتحداك يوم من الايام قلت لك ها، يوم من الايام قلت لك تعال بوسيك وراعي في لقاك زول سلفي واحد
يتوضيت وقلت لك تعال اشرب ميه وضوي زي الصوفيه استعبدوا البشر. والبرعي يصرح هنا يصرح في الكلام ده بانه انت تكون عبد للصوفيه عبد لهم. اكتر من كده في ضلال ثاني؟ اكتر من كده في جرم ولعب بالشريعه؟ نحن حلقاتنا دي وكل الحلقات قصة في حلوق جميع الصوفية وجميع دعاة الباطل، ولا نزال نكشف عن زيفهم ما دامت فينا عين تطرف. بإذن الله تعالى نلتقي إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء، والسلام عليكم ورحمة الله.